انا بهذا المكان رح اعرفكم على ارخص الاسعار بامريكا والمكان اللي بتجهز منه المطاعم اذا كان لبيتك الشخصي او حتى لتفتح شغلك الخاص فيك ان كان مطعم او تبيع اكل من البيت. هاي الحلقة رح تنعرض تفاصيل وباسعار على قناة اليوتيوب، حقني على القناة، الرابط تبعها موجود بالبايو او باول تعليق. بحبكم كلياتكم، دمتوا بصحة وسلامة.